درة مجمع حدائق العالم شرقي برلين حديقة أندلسية الطراز، أسوارها مزخرفة بآيات قرآنية، نوافرها تعيد زائرها إلى حقبة تاريخية قديمة. ورغم أن إدارة الحدائق في برلين منعت تسميتها بالإسلامية أعواما عديدة بذريعة عدم مزج الدين بنظام مجمع حدائق العالم، فإنها أعادت التسمية من جديد بناء على شكوى قدمها مصممها كامل الوافي بعيد إنشاء الحديقتين المسيحية واليهودية. يلاحظ المرء مدى عمق تقبل التمايز لدى البعض، ويسعدني جدا أن الحديقة تسمى بالحديقة الإسلامية مرة أخرى، ليس لأجل الدين الإسلامي، ولكن ببساطة لأن هذا التمييز قد تم التخلي عنه. استوحى الوافي فكرة النوافير الأربع من أنهار الجنة، وزرع فيها ورودا كانت تزرعها والدته في الجزائر. عمال مغاربة زينوا جدران الحديقة وأرضيتها بمليونين ونصف مليون حجر على شاكلة قصر الحمراء الأندلسي. باحتها مليئة بنباتات وورود مشرقية لتصبح مكانا لتلاقي مختلف الثقافات. الحدائق هي جنان الناس على الأرض، وهذا بالطبع ما نراه فيما تم زرعه هنا. فبالإضافة إلى الرمان الذي لا يمكن الاستغناء عنه، هناك التين واللانتانا والورود. الحديقة استقبلت الكثير من الساسة الألمان على رأسهم المستشارة السابقة ميركل. ووفقا لإحصاءات إدارة مجمع حدائق العالم، فإن الحديقة الإسلامية الشرقية تستقطب سنويا نحو مليون شخص منذ عام 2002. أزور حدائق العالم بشكل دوري، وخاصة هذه الحديقة الشرقية، أرى فيها فانتازيا تذكرني بطفولتي. كل شيء هنا يجعلني أشعر بالاسترخاء. تأتيني الكثير من الأفكار التي تتعلق بالهندسة والفن والروحانيات. هذه الهندسة الإبداعية رسمت جنة على الأرض باتت مقصدا لكل محب للتاريخ والجمال. فن الحضارة الإسلامية مجسد في هذه الحديقة الجذابة، فهي ليست مجرد مكان للاستجمام، بل ملتقى لحوار الثقافات والأديان من مختلف أنحاء العالم. ماكسيم ليسا، العربي، برلين.